ماسك الأزمات اللي هيخلصك من الغمقان وإهمالك السنين دي كلها. الماسك ده حرفيا يتسمى ماسك الأزمات. لو عندك مناسبة سريعة أو رايحة مشوار وعايزة بشرتك تبقى فاتحة ومنورة، فالماسك ده علشانك. الماسك ده بيساعد بنسبة كبيرة جدا جدا لعلاج الأكسدة والغمقان اللي موجود في بشرتنا. كمان الماسك ده بيعالج الهالات السوداء، بيعالج آثار حب الشباب، وكمان بيعالج حب الشباب. يعني الوصفة سهلة وبسيطة، وكمان بتعالج حاجات كتير جدا في البشرة يا بنات. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا وازاي هنعملها وازاي هنستخدمها وازاي وايه المكونات بتاعتها. مكونات اتحداكوا هتقوموا حالا تعملوها، موجودة في مطبخكم. يلا على الفيديو ونشوف عملنا الوصفة بتاعتنا دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم بقى علاج الاكسدة العالية اللي مغمقة بشرتك ومخلاكي قرفانة من حياتك. تعالي يا قمر بقى، واحنا اصلا قرفانين خلقة. هنعمل اقوى ماسك لعلاج الأكسدة أو الغمقان أو الإسمرار اللي حوالين الشفايف أو الهالات السوداء، وكمان لحب الشباب. حرفيا هنعمل ماسك تحفة بنات، وصفة سهلة وبسيطة وسريعة كمان. أول حاجة محتاجينها في الوصفة بتاعتنا، هتجيبيلي حبة من الطماطم وهتبشريها، وبعدين هنعصرها ونطلع منها العصير ده. محتاجين عصير طماطم بدون اي شوائب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يفضل انك تبشريها علشان تطلع لك كمية من عصير الطماطم كويسة. طماطم من الحاجات المفيدة جدا للبشرة يا بنات، حرفيا بتخلصك من الاسمرار بطريقة سحرية وسريعة جدا جدا. الحاجة التانية يا بنات اللي محتاجينها في الوصفة بتاعتنا، وهي القهوة. والقهوة طبعا الكافيين العالي اللي فيها بيوحد لون البشرة، بيعالج التصبغات، بيعالج الهالات السوداء، وكمان بيعالج الأكسدة العالية. يعني بنعالج حاجات كتير بمكونات بسيطة وحاجات موجودة في بيتنا. هناخد كده معلقة كبيرة من القهوة أو البن، وهننزل كده يا بنات على عصير الطماطم. أنا بعشق عصير الطماطم للبشرة، حلو جدا يا بنات جدا. يعني لو جربتوه مش هتبطلوا حرفيا تستخدموه، حقيقي يا بنات جميل جدا وبيساعد على التفتيح بسرعة جدا جدا. وهنبتدي نقلب كويس جدا ايه البن مع عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده تحفة. يعني مش عارفين قد ايه الطماطم فيها فوائد للبشرة، كمان مع القهوة او البن، فيعني احنا بنعمل حاجة تحفة. ما تستخسريش بقى في اختك اللايك يا قمر، اعملي لايك واشتركي في القناة عشان كل ما انزل وصفة حلوة كده عشان خاطر عيونك تجيلي يجيلك اشعار وتشوفيها. يا رب اكون بقدر افيدكم واعمل لكم حاجات بسيطة. بتعمد اعمل وصفات بسيطة وسهلة علشان ما تزهقوش وما تطفشوش من القناة. تمام يا حلوين؟ تمام. الحاجة التالتة اللي هحطها معانا في الوصفة بتاعتنا، حاجة انا برضو مش بستغنى عنها ابدا ابدا. ايه بقى اللي بتعمله يا بنات؟ الحاجة اللي انا هحطها دي اللي هي طبعا النشا او الكورن فلاور. النشا بيمتص الزيوت الزيادة اللي بتطلع في بشرتنا، فبالتالي انسي حب الشباب تماما، مش هيطلع لك حبوب في بشرتك خالص. طبعا الحبوب بتطلع بسبب الافرازات الزايدة للزيوت في وشنا، فلما بتحطي انتي النشا على بشرتك فهو بيمتص الزيوت الزيادة دي، فبالتالي مش بيطلع حبوب. استمروا على الوصفة دي يا بنات، بجد والله تحفة جميلة جدا جدا، لو جربتوها هتعجبكم وهتدعولي. وهنبتدي نقلب كويس جدا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. بدون ليمون، بدون اي حاجة، عشان الناس اللي بتعاني من الحساسية. وعلى فكرة يا بنات اي حد مضطر يعمل ماسك، انا فكرة بحب الليمون جدا للبشرة، لو مضطرة تعملي ماسك لبشرتك فيه ليمون حطي قشور الليمون، وما تحطيش اللي حامض نفسه علشان الحساسية. لكن قشور الليمون بتديكي نتيجة حلوة جدا، وكمان فيه زيوت طيارة حلوة جدا جدا للبشرة، وفي نفس الوقت مش هتأذيك ومش هتعملك حساسية. فلما تكوني مضطرة تحطي ليمون في الوصفة بتاعتك حطي قشور الليمون، او حطي عصرة من البرتقال. تمام يا امارات؟ وهنبتدي نقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا محتاجة شوية من النشا كمان عشان الخليط بتاعي سايل شوية، مش مشكلة خالص يا بنات على فكرة. يعني لو حسيتي ان الخليط سايل معاكي زي ما انت شايفة كده مفيش اي مشكلة، زودي نشا زودي قهوة اللي هو البن مفيش اي مشاكل، وقلبي كويس. احنا الماسك بتاعنا ده مش هنرفعه على النار،
احنا هنستخدمه زي ما هو كده. في حاجة يا بنات اختياري مش اجباري انك تحطيها. الناس بقى اللي بتعاني من حب الشباب وعايزة علاج لحب الشباب، هتضيفيلي على الماسك بتاعي ده شوية من الكركم، هنحط حوالي ربع معلقة من الكركم زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بس كده. لو بتعاني من حب الشباب هتحطي الكركم، لو مش بتعاني من حب الشباب فمش مشكلة خالص انك تحطيه. الخطوة دي اختياري يا بنات مش اجباري. شايفين بقى الجمال يا بنات، حاجة كده تحفة بمكونات بسيطة وسهلة، وفي يعني في ثواني عملتيها، ما خدش معاكي دقيقتين وانت واقفة كده في المطبخ. اعملي الماسك وبعديها ادعي لي. الطماطم تحفة للبشرة، بتفتح جدا جدا. القهوة رهيبة، الكافيين اللي فيها بيديكي توريدة وبيفتح البشرة وبيساعد على ان بشرتك تفتح كده وتبقى بشرتك صافية ونضرة. كمان بيعالج الاكسدة العالية، بيخلي بشرتك موردة حقيقة بنات، جميل جدا جدا. تمام. وطبعا عصير الطماطم حاجة روعة، والنشا زي ما قلت لك بيمتص الزيوت الزيادة، فبالتالي بيساعد ان ميطلعلكيش حبوب شباب ابدا. طبعا كلنا يعني او في ناس معينة بتعاني من حب الشباب ده وعمل لها ازمة في حياتها، فحرفيا يا بنات الماسكات اللي فيها نشا بتساعد على عدم ظهور الحب الشباب تماما. في حاجة تانية بقى هقولها لكم، لو حابين يعني مش كل الناس تقدر تعملها، لو في حد عنده حب شباب وعايز يعالجه واحتار يعمله ازاي، هقول لكم على وصفة هي ممكن تكون مش كل الناس تستحملها ومش كل الناس تقدر تعملها. اللي هي ايه يا بنات، يعني لو عندك حبة كده في وشك ومضايقاك وعايزاها تختفي وتنشف من غير ما تسيب اثر، هتجيبي فص من الثوم وهتقشريه وهتقسميه لنصين وهتدعكي الحبة بفص الثوم ده. هو بيبقى صعب شوية وبيحرق جامد جدا ومؤلم شوية، بس حاولي تضغطي على نفسك وتستحملي، بس صدقيني يعني مفيش يوم وهتلاقي الحبة دي اختفت بدون أثر. كمان طبعا الثوم يعني فيه مضاد حيوي عالي جدا جدا، غير انه اصلا بيساعد على تفتيح البشرة. يعني انا بنصح كل البنات ضيفوا الثوم الني على السلطة، كلوا بصل كتير، حتى لو بتضايقي من ريحته او حاجة حطيه في السلطة، حطي عليه ليمون، حطي عليه خل، فالحاجات دي بتساعد ان ريحة الثوم والبصل تختفي. تمام يا امراض، طولت عليكم معلش عفوا. خلاص كده احنا خلصنا الماسك بتاعنا. انا بالنسبة لي الماسك كده كويس جدا جدا. لو انت حابة ان الماسك يكون اتقل من كده مفيش اي مشكلة، زي ما قلت لكم تقدري تزودي بن او نشا مفيش مشكلة. دي طبعا من الطماطم، هرميها وارجع لكم. بس كده هنستخدم الماسك ده ازاي يا بنات، هنستخدمه مرتين في الاسبوع على بشرة نظيفة، وهنسيبه نص ساعة كاملة، نص ساعة كاملة على البشرة. شايفين يا بنات هو عامل ازاي، خفيف جدا اهو، حلو قوي قوي، بيدي نضارة من اول مرة، بيفتح البشرة جدا جدا، كمان بيقشر البشرة. الطماطم تحفة، النشا رهيب، القهوة فظيعة للبشرة. وأظن قلت لكم كفاية كلام عن القهوة وعن النشا وعن عصير الطماطم، فيا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ويا رب أكون قدرت أفيدكم. ولو بحاجة بسيطة بفكركم يا أمراض بالله عليكم فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما أنزل فيديو جديد يجيلكم إشعار. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.